نثلت الدروج نثل يجي معها، ما في حاجة ما فكيتها ورتبتها ورديتها مكانها، حتى الموتر توب طلعتها من الورشة ترى. أصبر، وين فواتيره؟ غيرت قطع وغيرت حتى الشغلة اللي فيها نص تغيرها، غرا وجهها أحمر، سير مكيف، زيت دفرنس، سوبر شيل، مرة شي فخم. فأكثر غيرته الماشي الآن الأصلي، أنا الوحدة إنها مكلفتني ثم أمي. خل استاهل، الموتر يجيب الصيد للرايجين استاهل، اللي يكرم باقي لي بس غسيل. تدرون ليش موقفة على البلاط؟ عشان لو جاء تهريب ولا شيء لاني اعرفه ابعدي، خلوك ما انتم لنا صنصيه ضاله، بس هذا اللي فالحين فيه. الا رحت مع الرايجيل ترى ما انكم ملك نفسك نهائي، ملك الرايجيل انت وفلوسك وسيارتك وكل اللي تملكه، ولا تروح من البدايه تروح مع الرايجيل وتغثهم سيارتي، لا انت ابوهم من المطاب، انت ابوهم من الجروف، انت ابوهم من السلوع. ما لا عاد تفتح فمك، قرح لو ما يقعد حديده من حديده، لو يروح قطعين لعيونكم. الرايجي لي يفهمون ما بجايرين على حلالك. لا انت رجع ثم لا رجعت عاد سوى اللي تسوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعضهم يترصص. لا خلاص تتقنصون موتري، لا هذه رخامه ريحتها لرارب عنه، خلوني افك هذا مغسلها وردها مكان، شرقها للصبح لان تطلع عليها الشمس. ميله قامي يا طوال حال طاوي، والله انت بدي على شوفت علي، لو تمرينا الشي وخلال الفتاوي، صباحا ومثلي يجرون الطويلة. كاذي من انت منك وش يعني للطائرة هو المطارات، ولا ما عود ركوب هم جلاتنا. حضري اشهد الله ذي قلاء، لا ترجع يقول انا خاء صدق الملعب الرجال عاد اقدر اشيل الثلاجة وانا ولد ابوي. أنا لو بفصلك بتعب، لكن الفعلية 160,000 لحقها غرامة 20,000، بس أنا أتحمل الغرامة وما لها شغل في الكلام عشان صيد وما صيد زايد. لحقها رخص رخصتين من 13,500 طلعت ب26، وعليه تربكات للسيارات عشان تركب الباخرة، تذاكر للباخرة، قدامك هناك دليلة لدلك الديرة ومع السيارة مستاجرين، وإسلاح ومونة تاكل وبنزيم سيارات وخيام ورجعها، بعضنا رجع باخرة وبعضنا رجع طيران وأمور خلها على الله، لكن استانسنا وانبسطنا، هذا هو المطلوب. وأبشروا بالعوض، وأبشروا من يامل أنظاركم، ودي إن كل واحد يتابعني فيكم وللشف المرواحي خاوينا، لكن والله ما أدري وين أنتم. كيف اعتزل الشيرة؟ والله ماني معتزل، زال الراجح يدن بيني وبينكم، وانتم واقفين معي، والله ما اتركها لا انت تتركني، ولا يجي لها عارضني للدم، غير ليش اترك؟ خير من الله، ومحبة ناس، وقبول، ومعارف مثلكم وشرواكم، طاحن على راسي يوم اتركها؟ دور غير الكلام هذا بس، ما جيت بحالي عظم، مع اني انا من اللي ما دورتها والله، جت كذا، هالحين اللي يدورها ويعدي وراها؟ ما تجي بساكن الضبابة، لكن اللي مسالم ورايح لحاله حال نفسه والله تجينا نتحضر عليه. فخليك كذا، خليك مثل اللي ما يفهم، تمشي كذا ولان تصفق ما تدري بلا صفقتك. يوم حجزنا على العودة من بور السودان كلنا جايين وقانصين ومعينين من الله خير، موتري في الثلاجة وموتر واحد من الشباب هيلكس فيه ثلاجة. يوم جينا كل رخصة حنا معنا رخصتين، كل رخصة فيها 20 أرنب، والصيد طلع زائد أكثر من 20، يعني المجموع كلها 40 أرنب المفروض معنا. حنا مزودين التسيلة من قح قح قح، ما ندري عن أنفسنا ولا ندري عاد حصل اللي حصل.
المهم يوم جينا فتشوا السيارة قالوا صيدكم زايد. الأخويا أنا بعضهم لازم يرجع عند الدوامات وارتباطات. قلنا وأنا من ضمنهم. قلت يلا أنا بروح معكم طائرة. وأخويا أنا هذول خلصوا جراءاتكم وأموركم وطلعوا سياراتنا كلها. والحقونا عاد متى ما خلصتوا. قعدوا ومطلوب منهم غرامة دفعوها وسووا مزاد على صيدنا ودفعنا حق المزاد. وخذوا صيدنا والحقونا بعدها بعدة أيام وأمور جمت بك مواثيق الرفاقة وقدرك زان ولكن عزايني معقمت باللازم تناوب على شربي مع عداي زام بزام حزمت المتاع وشد حزمتك يا الحازم ولا هي حسافة يوم عدك سند وحزام حسافة تكون الهقوة أكبر من اللازم مهم بقدوة فالزواج مهم بقدوة القلب ما يسكن شخصين واحد ويكفيني تعذيبه هذا الدنيا تجمع بنات المسلمين عندك صاحب المجنون هذه تردها منه وهذه تجيبها منه ما بزعل يا ابن احمد مغربد ومجنن ولا وش تبابه كثر عيالك اعطاك الله اثنين ثلاثه طلب الله الصلاح روح مالك فالناس لزوم تصرف هنا وتصرف ما انصرف ورزقها يجي معها لكن خلاص خلاص سوريين باك واقف الليل والنهار هذولي كنز لازم تحافظ عليهم ودرر جيبنا وجيبنا لا لا بساطنا واستانسنا وبخير وبنعمة وزي ما تشوفون يا الربع استانست ليش؟ لأنها بين أرضي وجمهوري شيء ربينا علىه وقمنا علىه ثاني ما أعرف أنا بنفسي ما أدري وش أقول وكيف أطلع لك محتوى أعلمني هذول ياكلون ويش ويشربون ويش يمكن تعجب مريض مريض بس هذه الرحلة رحت وجيت مبسوط لو برجع من الدرب رجع دري وش مثل مالك مزاج ترى الناس همزجة لأن الظبي في ديرة وديرة عسرة شوي وديرة الظبي ما فيها أرنب وديرة الأرنب ما فيها ظبي فصعب أن نجمع الثنتين مع بعض فقلنا نخليها ران شفنا الرغبة على الأرنب وأن أخويا يبون أرنب والأرنب أطعم فقلنا نخليها رانب أما نبي نروح لديرة الضبي بعيد ولا بغانا ديرة البارة بعيد شوي صعب أنك تلقى الصيد كله في مكان واحد وما هف في شك لازم تروح تدوره وتتعب ويمكن تلقى ويمكن ما تلقى وليلة تذبح صيد راهي وليلة تذبح صيد قليل يا دوب اللي عشيك وها كذا المقاييس والله وانا اخوك ما في راسي شيء نعده لك الحين غير جنوب افريقيا والسودان قنصتها واعرفها بس ودي اغير بس ما عندي يعني شيء في بالي هالحين مجرب ومعروف وراح حولي الرايجيل ويدرون عنه ما في راسي ابى انشد انتم بعد علموني فيها اعلم مني واعرف مني وسافر وجرب فانا حاضر مستعد